السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم بيكوب للبيع في المغرب. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا السيارات من نوع البيكوبات اللي معروضة للبيع في المغرب سنة 2021. احنا دابا في أواخر ديال الشهر فبراير شهر جوج. إذن غادي نشوفوا الأثمنة ديالهم ديال السيارات، وبالنسبة اللي عنده أي سيارة بغي يعرضها للبيع فهو ما عليه إلا يصيفط عليه في الواتساب على النمرة 0637-1098-18، وإن شاء الله غادي نحط ليه السيارة ديالو تتباع في القناة. وبالنسبة اللي عجبتو شي وحدة من هادو اللي غادي ندوزو دابا هو النمرة ديال مولاها، فما عليه إلا يتواصل معايا على الواتساب 0637-1098-18. منطولش عليك، نبداو بأول سيارة معنا هاد السيارة هادي اللي كاينة في طنجة. عندنا هادي كاينة في طنجة، هادي تويوتا هيليكس. نخليكم تشوفوا التصاور ديالها ومن بعد نشوفوا المعلومات ديالها. عندنا هي كما كتشوفوا معايا تويوتا هيليكس، بالنسبة لهاد السيارة هادي مولاها كيطلب فيها 85,000 درهم، 85,000 درهم، 85,000 درهم، 8.5 مليون. كاينة في طنجة، موديل 2001، مازوط، 10 الخيل، 8.5 مليون. الثمن ديالها 8.5 مليون، موديل 2001. ندوزو دابا لطومبيل واحدة أخرى معنا، هاد الإيشي جي دي ماكس، كاينة في وجدة، هادي كاينة في مدينة وجدة. نخليكم تشوفوا التصاور ديالها ومن بعد نشوفوا المعلومات ديالها. بالنسبة لهاد السيارة، هاد الإيسوزي دي ماكس اللي كاينة في وجدة في مولاها تيطلب فيها 165,000 درهم، 165,000 درهم، 16 مليون ونص، كيطلب فيها 16 مليون ونص، موديل 2016، مازوط، 11 الخيل، إيسوزي نقية بزاف. هذا التمن ديالها 16 مليون ونص، 165,000 درهم. ندوزو دابا لهاد السيارة هادي، هادي كاينة في الدار البيضاء، هادي ميتسوبيشي اي 200، كاينة في الدار البيضاء، بالنسبة لهاد السيارة التويوتا هدا ميتسوبيشي ال 200، فمولاها تيطلب فيها 165,000 درهم، 165,000 درهم، 16 مليون ونص. هادي ميتسوبيشي ال 200، موديل 2018، موديل 2018، باقا دول فيس، باقا ديال الدار اللي بغاها مرحبا. دانا هادي ميتسوبيشي ال 200 موديل 2018، الثمن ديالها 16 مليون ونص. ندوزو طومبيل واحدة أخرى معنا، هاد التويوتا هيليكس، كاينة في الدار البيضاء في الحي محمدي،
تلبس بلاد السيارة هادي، هاد تويوتا هيليكس اللي كاينة في حي المحمدي في الدار البيضاء، فهادي كيطلب فيها مولاها 86,000 درهم، 86,000 درهم، أي تقريبا 8 مليون ونص، تقريبا 8 مليون ونص. و هادي موديل 2002، ما زود 8 الأخير، تويوتا أون بونيتا، إي موتور إي كاروسري. ندوزو طوموبيل واحدة أخرى معنا، هادي هادي كاينة في مدينة جديدة، ميتسوبيشي كاينة في مدينة جديدة، بالنسبة لهاد السيارة هادي فمولاها تيطلب فيها 96,000 درهم، 95,000 درهم، 9 مليون ونص، كيطلب فيها 95,000 درهم. هادي موديل 2004 ديزل مازوت 10 الخيل، موديل 2004 صباغة الأولى بنوات جداد، عندنا هادي التمن ديالها 9 مليون ونص، ميتسوبيشي بيكوب ميتسوبيشي كاين في مدينة جديدة، الثمن ديالها 9 مليون ونص، موديل 2004. نشوفو هاد الطوموبيلة هادي كاينة في طنجة، هادي كاينة في طنجة ميتسوبيشي L200، كاينة في مدينة طنجة، بالنسبة للميتسوبيشي L200 فمولاها تيطلب فيها 56,000 درهم، 56,000 درهم، 56,000 درهم، الثمن ديالها كاينة في طنجة، موديل 97، مازوت 10 الخيل، سيارة عملية، ركبي وزيد، كلشي جديد، طنجة كاينة في مدينة طنجة، موديل 97، الثمن ديالها 5 مليون ونص، تقريبا 5 مليون ونص. شوف طوموبيل واحدة أخرى معنا، هادي إيسيجي دي ماكس، كاينة في مدينة سوق سبت ولاد النما، كاينة في سوق سبت ولاد النما، عندنا هادي إيسيجي دي ماكس حجلة، إيسيجي دي ماكس، بالنسبة لهاد السيارة هادي مولاها تيطلب فيها 100,000 درهم، 100,000 درهم، 10 المليون، موديل 2006، مازوت 10 الخيل، إيسيجي دي ماكس 180، نقية، موتور جديد، موديل 2006، عندنا موديل 2006، الثمن ديالها 10 المليون، الثمن ديالها 10 المليون. ندير كانت هذه اخر سياره معروضه للبيع، الا عجبتك شي واحده من هذو فاتوني نمره التليفون ديال صاحب السياره، فما عليك الا تتواصل معايا على الواتساب 0678 10 18 18، نعطيك الرقم ديال صاحب السياره. كنشكركم على المتابعه، نشوف فيديو جاي، تهلاو لي فراسكم، مع السلامه.